أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر في المرحوم عزيز الفاضلي هو الله يرحمه الله يعمر روحه تكون عند الله روح مقبولة ويغفر لي الله الذنوب ويفتح لي باب الجنة ويصبر وليداته ويجعلهم يكونوا متحدين ويكملوا المشوار والطريق اللي اختارها باهم عزيز الفضيلي. ما ذكريات كثيرة معرفة ديال سنين من أواخر الستينات إلى يومنا هذا كل ذكريات ذكرى كتشبه ذكرى وكانت صدقة وكان هو رجل ديال العشرة وديال الضحك وديال النكتة وديال البسط والله يرحمه ويوسع عليه الله يجعلهم يمشيوا في الطريق اللي خطط عليهم ملي كانوا باقيين صغار قبل ما يديروا هذا الميدان هو كان هو الأول في الميدان يتبعوا الطريق ديالو ويخلصوا لهذا الميدان ويتهلاو في بعضياتهم ويتهلاو في أمهم الله يصبر الجميع. مع جميع الفنانين اللي حاضرين وهذه وكنقدم تعازي لعائلته وكنقدم تعازي لمرته وولاده لعائلته الكبيره وعائلته الصغيره اللي يعني تيفقدوا حتى هما فقدوا هرم كيف حنا الفنانه فقدنا هذا الهرم الكبير عزيز الفاضلي فيعني الوجع غادي يكون اكثر عند عائلته الصغيره كنقول الله يصبرهم والله يصبرهم على فراقه وتعازينا الحاره لهم والله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور يا رب ويسكنه فسيح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون. الساحه الفنيه فقدت واحد السيد من الاعمده ديال من أعمدة المسرح ومن أعمدة الفن الفنان بكل معنى الكلمة إنسان خلوق ومتربي وما شاء الله في الحقيقة ضعنا فيه ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ من ناحية المشاركة كنا شاركنا معه في أعمال كثيرة وفي المشاركة كنحسوا باللي رحنا مع أب روحي ومع سيد اللي كنستشروه فيما كتخصنا شي حاجه ولا هذا كنستشروه وتيكون هو يعني متواضع لواحد الدرجه ما كتصورش انه كيفيدنا بزاف ديال الاشياء. ففي الحقيقه الخبر تلقيناه بكل اسف والمره الاولى ما كنتش انا صدقت انه مات ولكن في الاخير توضح لنا بانه توفى وكنطلبوا ليه ان شاء الله الرحمه والمغفره والله يوسع عليه. العمل اللي شاركتي فيه معاه؟ العمل اللي شاركت معاه فيه كاين بزاف ديال الاعمال لكن دابا ما كنذكرهاش ما نقدرش نذكرها بزاف ولكن مع عادل الفضيلي ان هذاك لابريكاد هو اللي كنت تفكرته انني كنت في جانب عزيز الفاضلي وكنا كنحسوا براسنا باللي رحنا وسط من واحد العائله وسط الاسره ديالنا واخر ما نختم به هو انا لله وانا اليه راجعون. تبع عليه الكثير ورغم ذلك ما نقدوش نختزلوه في مقالات او في كلمات بهذه الطريقه لان كان عاوتاني متعدد كان ممثل
سواء مسرحي او سينمائي، وكان يبدع ويبدع، وكلمة الإبداع شوية كتكون تستعمل بطريقة غير في محلها، ولكن في ليكزامبل ديال السي عزيز الله يرحمه فعلا كان مبدع. كما قلت لكم فن الدوما كان مثلا يساهم في لو فيستيفال مونديال دو لا ماريونيت في ان فرانس في ميزيغ، اظن فرانس في ميزيغ اكزاكتومون، هو كان فيستيفال من 1961 وهو كان كيساهم من السبعينات الثمانينات التسعينات الالفينيات، يعني واكب يعني القامات في فن الدوما في العالم، وكان احسن سفراء المغرب في هذا الفن هذا، لان حنا عندنا الحمد لله فن التاغون جاي الى اخره من الاشكال الفرجويه العتيقه ديالنا، وكان من اللي خلاوها حيه، وكان اللي عاودوا جددوها باعمال اظن تلفزيونيه ديال فن الدوما اللي كيعرفها حنا كنعرفوها باجيال التسعينيات، وكل الاجيال الحاضره زعما الكانيوغي اكونيتر لي زاسبي دو سون اوفغ دو سا في اللي كانت مليئه بالعطاءات، ونتمناو ان يكون شي طريقه لحفظ الذاكره ديال ذاك الفنان المتعدد والفنان الدؤوب والفنان الجميل واللي محبوب عند الجمهور، سواء عن طريق الاعمال اللي ذكرت ديال المسرح او مسرح الطفل، او عن طريق الاعمال التلفزيونيه او السينمائيه. وعزاؤنا واحد للشعب المغربي وصاحب الجلاله والاسره ديالو الكبيره والصغيره الفنيه، والاسره ديالو السي عادل الله يذكره بخير، رشدي وغزلان والعزيزه حنان، وإنا لله وإنا اليه راجعون. عزيز الفضيلي صديقي ديال مده 40 سنه الفوق، كنا اصدقاء متحابين بعضنا بعض. عزيز الفضيلي كإنسان، إنسان طيب، إنسان خلوق، إنسان سموح، إنسان اللي كيحب الخير للجميع، إنسان اللي كان كيدافع بأعماله وإبداعاته في الميدان على المستوى الفكري والثقافي. عزيز الفضيلي كون أجيال في المسرح الطفل، واللي هما الآن اللي هما الآن أساتذة ديال المسرح الطفل. عزيز الفضيلي رجل اللي خدم الفن وكون عدد من الشباب. عزيز الفضيلي أعطى في السينما، أعطى في التلفزيون، وكون وليداته قراهم كبرهم وسهر عليهم حتى وصلهم فين بغى. الله يرحمه والله يرحم الجميع. اختطف منا المرأة، اختطف منا، يعني مازال باقي محتاجين به، مازال باقي عنده العطاء، مازال باقي عنده البذل، مازال انسان كان طيبا، كان حنونا، كان رفيقا، كان يعني انسان يعني جميل الروح وجميل الحضور، فين ما كتلاقاه كتحس بالايجابيه، تتحس غير المسائل الايجابيه، ما عمرك كتحس بالمسائل السلبيه. عمره ما كيحب وطنه، عمره ما قال العيب في شي حد، ولا في وطنه ولا في الناس، وربى ولادو على هذه المساله هذه. يعني عائله الفضيلي عائله يعني كتحس بها انه عزيز الفضيلي هو الصرح الكبير ديال هذه العائله هذه. الله يرحمه ويوسع عليه، والله يصبر عائلته كامله، والله يصبرنا حتى حنا كاملين كاصدقاء ك يعني زملاء، مشى لينا ما لقاوش هذاك النوع ديال الاشخاص في يعني في التمثيل ديالنا وفي التشخيص ديالنا وفي الحضور ديالنا، ما غنلقاوش. الله يرحمه ويوسع عليه. علاقته ديالو مع الفنان دائما كان طيبا، كان رجلا يحب الجميع، كان يسال على الجميع، هو غادي وكيسول على نور الدين بكر، كيقول لهم كيبقى نور الدين بكر، ردوا البال نور الدين بكر. يعني الحب والحنان ديالو مع يعني مع العائله الفنيه كلها هي كان لا يحد، يعني كان غير محدود. وهذا اللي كان زعما جميل في المرحوم، الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم جميع الموتى ديالنا. بشير النذير السراج المنذر.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.